حياكم الله مشاهدينا، خلونا نشوف أهم وأبرز الأخبار بفقرة جود نيوز ونبديها مع أول خبر. توج لاعب منتخب العراق الوطني للشباب عبد الوهاب غانم بالميدالية الذهبية الثانية للعراق في سباق الفردي العام لقطع مسافات 70 كيلومتر في طواف كازار الدولي للدراجات في مازندران الإيرانية بمشاركة 9 منتخبات آسيوية وأوروبية. وكان الدراج العراقي حسين إيهاب حصل على الميدالية الذهبية في بطولة طواف كازار الدولية للدراجات الهوائية التي تستضيفها إيران. يشار إلى أن هناك سباقات أخرى لمسافات أطول تصل إلى 150 كيلومتر للطواف. وننتقل إلى خبر التالي. انطلقت في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كردستان فعاليات مهرجان شلو شبك الخاص بالزي الكردي التراثي. المهرجان أقيم على كورنيش زاخو بالقرب من جسر الدلال التاريخي، وتضمن فعاليات متنوعة منها عرض للأزياء الكردية التقليدية، وبالإضافة إلى حفلات غنائية شارك فيها فنانون من مختلف محافظات إقليم كردستان وكذلك فنانون من خارج البلاد. وفي كلمته خلال المهرجان مسؤول إدارة زاخو أكد جهد دار شيخو أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو الحفاظ على التراث الكردي بالإضافة إلى تعريف الجمهور بهذا التراث وضمان استمراريته للأجيال المقبلة. وننتقل إلى خبرنا الثالث. تحت أشعة الشمس الخفيفة وقفت خديجة البالغة من العمر 58 عاما وأمينة البالغة من العمر 60 عاما أمام مركز الامتحانات في قضاء تلكيف شمال الموصل تتبادلان الحديث بحماس لا يمكن إخفاؤها، وكانتا تناقشان تفاصيل إجاباتهن في الامتحان الذي انتهى وسط ضجيج الطلاب الذين يملؤون بوابة المدرسة. كانت خديجة وأمينة من طالبات محو الأمية يقفان بفخر بين طلاب وطالبات بعمر أحفادهما ويؤدون الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي. لم يكن الأمر سهلا لكنهما لم تستسلما، كان طموحهما للتعليم في هذا العمر مصدر الإلهام للجميع. وننتقل إلى خبرنا الأخير. افتتحت على أرض بغداد أول مؤسسة عراقية تعني بشؤون الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي التي ابتكرها وأسسها الطيار ورائد الفضاء المستقبلي العراق الكابتن فريد لفتة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي. وافتتح الحفل في مسرح المنصور ببغداد بحضور مدير عام المنظمات الغير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة أياد بنيان والوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل أبو رغيف وعدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العسكرية والثقافية والإعلامية. مشاهدينا هذه كانت أبرز الأخبار، شكرا للمتابعة.